الصورة اللي معانا النهاردة بتخص أخت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلما أفيرو اللي قررت إنها تخرج وتعلق على الأخبار الأخيرة اللي انتشرت حوالين انتقال رونالدو لنادي النصر السعودي. فنشرت إلما في البداية صورة ليها وهي بتكلم أخوها كريستيانو مكالمة فيديو، علشان بعدها بدقايق تنشر صورة تانية لخبر اقتراب انتقال رونالدو للنصر وعلقت عليها بطريقة ساخرة وقالت حكاية نهاية العالم. يعني بعد كل الحكايات والشائعات اللي طلعت عليه سواء السنة دي، هي دي الحكاية اللي بتتعمل عنه في آخر السنة. طبعا يا هند كلنا شايفين الفترة الصعبة اللي بيعيشها رونالدو، يعني هو لحد دلوقتي وبقاله يمكن من أول كاس العالم من غير نادي، وكل اللي بيطلع مجرد كلام، ده راح تشيلسي، لا ده هيروح أرسنال، مش عارفين هيروح فين، لحد ما تقال انه قريب جدا من وجوده في نادي النصر السعودي، وكل الناس دلوقتي مستنية تسمع القرار النهائي وانه بقى في النصر. لكن بعيدا بقى عن كل ده، الصراحة عجبني جدا مواقف أخته ومراته جورجينا معاه، يعني مع إنه هو ما بيردش ولا بيدور مين قال إيه ولا حتى مهتم خالص بإيه اللي اتكتب ولا أي حاجة، لكن إن هم بيخرجوا ويعلقوا ويردوا ويدافعوا عنه ويدعموه، خصوصا إنه تقريبا ناس كتير اتخلت عنه بعد اللي وصل له والإنجازات الكبيرة اللي حققها. فإحنا مستنيين نشوف نهاية القصة هتبقى إيه، قصة رونالدو هتنتهي على إيه. يا رب، يعني أنا إحساسي أو حاسة إن السيناريو الـ الأحسن إن هو يعتزل، ده بالنسبة لي أنا. معرفش أنت إحساسك إيه؟ أنا كنت شايفة إن كريستيانو رونالدو مفروض يعتزل كمان من قبل، يعني من قبل الموسم ده، ولكن هو في الآخر هو اللاعب، هو أدرى باللي هو عايزه في مستقبله الكروي. أنا بحب الأساطير يعتزلوا وهم أساطير، ما بحبش يبهدلوا كده. أنا كمان أنا صعبان عليا الموقف اللي هو فيه. كان نفسي يعتزل في بيته، كان نفسي يعتزل وهو في قمته، ما كانش نفسي يعتزل في وسط البهدلة اللي هو فيها دلوقتي دي. هنشوف.